هذا وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يستمر هذه الليلة غائما وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر. معنا من رام الله الزميل هارون عمايري. هارون، مساء الخير، وكيف تبدو الصورة حيث أنت؟ نعم زميل عيد، مساء النور. وكما كان هو متوقع، تساقطت الثلوج بكثافة على محافظة رام الله والبيري وحسب الارتفاعات التي أعلن عنها هذا اليوم. المتوقع أيضا أن تتساقط الثلوج أيضا خلال ساعات المساء وحتى فجر يوم غد. سلطات الاحتلال أغلقت قبل قليل الشارع المؤدي إلى محافظة رام الله والبيري عبر حاجز بيت إيل، كما قامت بإغلاق شارع 60 وهو الرابط ما بين محافظة هارون. أين أنت الآن؟ هل أنت في غرفة الطوارئ؟ يعني نعم عيد، نحن ضمن المتابعة اليومية لمجريات الأحداث وأيضا نعم. العمل اليومي للمؤسسات الرسمية والبلديات. نقف هنا في غرفة العمليات المركزية لشرطة محافظة رام الله والبيري. هذه الغرفة يتم تلقي فيها المكالمات من قبل المواطنين والعالقين بمركباتهم وكافة الحالات الخاصة من قبل الأهالي والمواطنين في أرجاء المحافظة، ويتم تلبية النداء سريعا خدمة للمواطنين وخدمة لأبناء شعبنا. سوف نتحدث عن العمل اليومي للشرطة، ونتحدث أيضا عن أحداث اليوم وخاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة على محافظة رام الله والبيري مع العقيد عبد اللطيف القدومي مدير عام شرطة محافظة رام الله والبيري. مساء الخير. مساء الخير أخي هارون. يعني جهودكم مباركة، واليوم يعني عمل متواصل من قبل هؤلاء الشبان خدمة لأبناء شعبنا. ما الرسالة من هنا من غرفة العمليات لكافة أبناء شعبنا بهذه الجهود؟ يعني أخي هارون، بداية المؤسسة الشرطية كغيرها من المؤسسات الشريكة أنهت ورفعت جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي، فمنذ يوم أمس تم نشر وتوزيع جميع دوريات الشرطة في جميع مناطق الاختصاص في محافظة رام الله والبيرة، بهدف أولا تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة، وأيضا حتى يكون لدينا سرعة استجابة سريعة للتعامل مع جميع البلاغات والإشارات الواردة لغرفة عمليات الشرطة وتقديم الخدمات وتلبية احتياجات جميع المواطنين. نعم، يعني هنا الشبان كيف يتلقون المكالمات، وكيف هي يعني او كيف كانت الاستعدادات من اجل هذا اليوم وخلال هذا المنخفض؟ يعني كما تحدثت، الاستعدادات كانت على اكمل وجه بالمؤسسه الشرطيه، فكانت تعليمات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطه على ان تكون جميع الشرطه بجاهزيتها، وتم تسخير كافه الامكانيات لهذه الغايه. جميع الاشارات والبلاغات التي ترد الى غرفه العمليات يتم التعامل معها مباشره بالتعاون والتنسيق مع جميع جهات الاختصاص الشريكه والطواقم التي تعمل بالميدان. نعم سياده العقيد، يعني لو تحدثنا عن ابرز العمليات التي تلقتها غرفه العمليات اليوم من احداث في محافظه رام الله والبيري، اكان ذلك من خدمه للسائقين ام كان ذلك من خدمه للاهالي في بيوتهم؟ لو تحدثنا عن بعض الحالات التي حصلت خلال هذا اليوم وخاصة بعد تساقط الثلوج. يعني كان هناك عدد من حوادث السير التي تم التعامل معها من قبل الحوادث المرورية، وأيضا كان هناك عملية نقول نقل لممرضين وأطباء للمستشفيات، بالإضافة كمان تم التعامل مع المركبات العالقة من قبل الطواقم الشرطية. وكما سمعت يعني قبل قليل وأثناء وجودنا بغرفة العمليات، كان هناك إشارة وردت من أحد المواطنين بحاجة لدواء، وتم تحريك إحدى الدوريات لتلبية احتياج المواطن. نعم سيادة العقيد، أيضا في الحديث عن يعني الدور التكاملي للمؤسسة الشرطية خلال هذه الأحداث، يعني كما أنتم تقومون بدوركم في خدمة أبناء شعبنا بما يتعلق من احتياجات المنخفض، هناك أيضا يعني القوات وعناصر الشرطة منتشرة لأي طارئ آخر بما يتعلق يعني تجار المخدرات، وهم يستغلون هذه الظروف وأيضا السارقين وغير ذلك يعني في ظل هذه الظروف. كما تحدثت، الغاية الأولى والهدف الأول كان من عملية نشر الدوريات منذ يوم أمس، وتعزيز هو تعزيز الحالة الأمنية في المدينة في المحافظة بشكل كامل في جميع مناطق الاختصاص، حتى لا يكون هناك عملية بالعبث بممتلكات المواطنين بهدف الحفاظ على جميع الممتلكات العامة والخاصة.
نعم، نسمع الآن يعني نداء عبر الهاتف من أحد المواطنين يطلب من نجدة في أحد المناطق. يعني لو تحدثنا لو يعني بعجالة يعني أبرز الحالات التي حصلت مساء هذا اليوم من يعني واتصال وارد من قبل الأهالي. مساء الخير. تفضل، نتحدث مع السيد طاهر غريب وهو مدير العمليات في شرطة محافظة بلوى البيري. مساء الخير. مساء النور إليك ولجميع المشاهدين أخي هارون. ولو بعجالة تحدثنا عن يعني أبرز الأحداث التي حصلت خلال هذا اليوم وبالتحديد بعد سقوط الثلوج. صحيح هارون، كالعادة كمان فضل السيد العقيد عبد اللطيف القدومي، تم رفع جاهزية شرطة محافظة رام الله في خصوص سؤالك والأحداث التي حصلت في الساعات الأخيرة الماضية. تم التعامل مع عدد من الحالات، تأمين مواطنين إلى منازلهم أو أماكن أخرى عدد 22 حالة، مساعدة مركبات عالقة 5 مركبات، نقل مرضى من وإلى المشافي 4 حالات، طبعا بالتعاون مع إخواننا في الدفع في دفع الرباعي وبقية الأجهزة الأمنية ومن الدفاع المدني وإخواننا في الصحة. كما تم التعامل مع عدد من حوادث السير، أضرار مادية عدد 5 حوادث سير في الأربع ساعات الماضية، 3 حوادث سير نتج عنها إصابة بسيطة والحمد لله. شكرا لك وشكرا لكم جميعا. وكما شاهدنا يعني زميلي عايد وكافة المشاهدين، يعني هنا خلية نحل تعمل على مدار الساعة من أجل خدمة أبناء شعبنا وبالتحديد كل الشكر والتقدير لك هارون عمايلي ولخلية النحل من أبناء الشرطة الفلسطينية، وكذلك الشكر لقوات الأمن الوطني هارون التي وفرت سيارة لك ولطاقم تلفزيون فلسطين وأيضا كمان الشكر عايد لكافة الزملاء الذين يتابعون يواصلون الليل بالنهار من أجل تغطية الأحداث في كافة محافظات الوطن وبالتحديد في محافظة رام الله والبيري. شكرا جزيلا لك ولضيوفك هارون عميري مراسلنا في رام الله. نتحول إلى الخليل مع الزميل